السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده ميعادنا مع سنة أولى إعدادي أزهر، إن شاء الله بإذن الله نكمل المنهج. يا ريت يا سنة أولى تشوفوا يعني بقية المنهج عندكم موجود على القناة أصلا، اللي هو زي منهج تربية وتعليم اللي هو إعراب المفرد وجمع التكسير، موجود على القناة. إعراب المثنى، إعراب جمع المذكر السالم، إعراب جمع المؤنث السالم، طبعا هو واحد ماهوش مختلف خالص، غير كل الفرق ما بين أزهر وتربية وتعليم هي التعريفات بس، فاحنا نخلي بالنا من التعريفات، ولكن المعلومة هي اللي موجودة عندكم على القناة، ادخلوا وشوفوها. وكذلك اعراب الاسماء الخمسة، هي عندكم في الازهر ستة مزودين بس هنو هنو، تمام، بمعنى المال او الذهب او كده، هي دي بس الكلمة الزيادة. يعني هما عندنا في تربية وتعليم خمسة، في الازهر ستة بس، هو الفرق ما بينهم كلمة هنو هنزودها على الكلمات وبس، تمام. ولكن وبرضه هنشوف التعريفات، ولكن هيها اعراب الاسماء الخمسه اللي موجوده على القناه، ادخلوا وشوفوه. وكذلك الممنوع من الصرف، هي اختلاف في المسميات، ان شاء الله باذن الله انا هشرح لكم الممنوع من الصرف، لان في اختلافات ايه في الاسماء، يعني في المسميات عالميه مع كذا عندكم مختلفه شويه عن تربيه وتعليم، فان شاء الله باذن الله هشرح لكم. ولكن بقيه المنهج كله موجود على القناه، ادخلوا وشوفوه. سنه اولى اعدادي ازهر ان شاء الله باذن الله. النهارده هقول لكم ظهور الاعراب في الاسماء وتقديره، ظهوره وتقديره في الاسماء، وهنقول ما يقدر فيه حركه وما يقدر فيه حرف، هنقول الدرس ده كله النهارده، وان شاء الله باذن الله هيبقى لسه لكم كمان درس ظهور الاعراب في الافعال وتقديره، وبعد كده بقى هو اعراب بقى الجمع والمفرد والكلام ده كله، وبعدين هيبقى الممنوع من الصرف. هتستنوا مني كمان ان شاء الله باذن الله درس الممنوع من الصرف، بس يا ريت اللي يعجبه بقى الفيديو يعمل لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، تمام؟ طيب تعالوا النهاردة هنشوف الدرس بتاعنا بعنوان ظهور الإعراب، ظهور الإعراب وتقديره في الأسماء. طبعا ده عندكم زي ثلاث دروس كده، هو تقريبا ثلاث دروس عندكم، ولكن احنا هنحطه كله في درس واحد لان هو سهل جدا. انا عندي، وطبعا يا ريت تربيه وتعليم كمان يشوفوني لان ده مهم جدا جدا جدا، ظهور الاعراب وتقديره. امتى اقول علامه ظاهره، يعني اقول المنصوب وعلامه نصب الفتحه الظاهره، وامتى اقول المنصوب وعلامه نصب الفتحه المقدره. ايه الاسماء اللي بتظهر عليها الحركات؟ الاسماء اللي بتظهر عليها يا ولاد الحركات الاسم الصحيح الاخر، صحيح الاخر. يبقى ظهور الاسماء، الاسماء التي تظهر عليها الحركات، الاسماء التي تظهر عليها الحركات، الاسم الصحيح الاخر. يعني ايه كلمة صحيح الاخر يا ولاد؟ يعني بينتهي باي حرف من الحروف ما عدا حروف العلة اللي هي الواو والالف والياء، هو ما بينتهيش بحاجة من دول، هو بينتهي باي حرف صحيح. يبقى الاسم الصحيح الاخر هو ما كان، ما ينتهي بحرف ايه صحيح، او ما كان اخره صحيحا، ما كان اخره حرفا صحيحا، مش من الحروف العلة، هشيل منه الحروف دي، تمام. الاسم اللي بينتهي بده بيكون اسم معتل الاخر. ده لا، انا مش دعوه بالمعتل، انا عايزه الصحيح الاخر. ده الصحيح الاخر ده بتظهر عليه كل الحركات، بيتنصب بفتحه ظاهره، بيتجرب بكسره ظاهره، وبيترفع بضمه ظاهره، تمام. زي اي كلمه في الدنيا، زي مثلا التلميذ، المعلم، شايفين النهايه بتاعته نهايه صحيحه، بقول التلميذه، التلميذ، التلميذي، بتظهر عليه كل الحركات. بقول المعلم، المعلمي، المعلمان، بتظهر عليه كل الحركات لانه اسم صحيح الايه الاخر، فبتظهر عليه كل الايه الحركات. المعتل الاخر زي مثلا كلمه الندى، ده معتل الاخر بالالف، على فكره دي الف مش ياء، ما دام ما فيش تحتها نقطتين كده تبقى ماهيش ياء، تمام، لازم الياء يكون اخرها نقط. زي كلمه الساعي، ده معتل الاخر يا اولاد، تمام. وعندي كلمه المانجو، طبعا اللي هي بتنتهي المعتل الاخر بالواو ما بيجيش كتير، ما فيش اسماء كتيره معتل الاخر بالواو، زي كلمه المانجو، هي بس الكلمه الوحيده المانجو وما بتجيش كتير، تمام، فهي دي الوحيده اللي بتبقى معتل الاخر بالواو، لان ما فيش اسماء كتير في اللغه العربيه معتل الاخر بالايه بالواو. لا دول، لا دول بتقدر عليهم الحركات، وهنعرف بتقدر عليهم الايه، بيقدر عليهم الاعراب ازاي دلوقتي، ولكن انا اللي بيظهر عليه الحركات الاسم الصحيح الايه الاخر، يعني اللي بينتهي بحرف ايه صحيح، تمام، جميل. وكمان كمان
ده طبعا رقم واحد الاسم الصحيح الايه الاخر. اتنين الاسم الشبيه بالصحيح. الاسم الشبيه بالصحيح يعني ايه؟ مثل الاسم الشبيه بالصحيح يعني هو بيبقى معتل بينتهي بواو او الف او ياء ولكن قبلهم حرف ساكن. ولكن قبلهم حرف ايه؟ ساكن. هنقول هو ما كان، وطبعا التعريف ده انا بجيبه من دماغي مش من الكتاب، تمام؟ هو ما كان اخره، ما كان اخره حرف علة اللي هو واو او الف او ياء ولكن مسبوقا بسكون. حرف العلة ده بيكون مسبوق بسكون، تمام كده؟ زي كلمة الدلو، الدلو، تمام؟ الواو دي ماهيش مسبوقة بضمة، لو كانت هنا في ضمة كان ده بقى زيه زي الايه الاسم المعتل الاخر، لان المعتل الاخر بيكون حرف مد، واو مد يبقى مضموم اولها، ياء مد بتبقى مكسور قبلها، الف مد بتكون مفتوح ما قبلها، ولكن لو كان اللي قبلها كده ساكن زي الدلو زي الظبي، تمام كده؟ وهما الكلمتين دول اللي مشهورين يعني بيجوا كتير في الايه في نماذج الازهر. الدلو الظبي ده اسمه اسم شبيه بصحيح، بتظهر عليه كل الحركات. الدلو الدلوي الدلواء. ايه اللي بيساعد ظهور الحركات على الواو يا اولاد؟ عشان في قبلها سكون. هي بتنتهي اب واو ولكن الواو هنا مش حرف عله، هو شبه الصحيح، هي واو صحيحه، واو اصلي يعني، واو مش واو حرف ايه عله، تمام؟ وكذلك الياء مش ياء حرف عله، تمام؟ فبقول الظبي الظبي، تمام كده يا اولاد؟ الظبي فبتظهر عليه الحركات. يبقى الاسم الصحيح اللي اخره كل الحروف الصحيحه ما عدا حروف العله، والاسم الشبيه بالصحيح اللي هو بينتهي بحرف من حروف العله اللي هو الواو او الياء ولكن ما قبله ساكن، ده اسمه شبيه بالصحيح. ثلاثة المعتل الاخر بالياء. ثلاثة الاسم المعتل الاخر بالياء تظهر عليه الفتحة فقط، تظهر عليه الفتحة فقط يعني علامة النصب، بيتنصب بفتحة ظاهرة ولكن لو اترفع بيرفع بضمة مقدرة وبيجر بكسرة مقدرة، ما بتظهرش عليه، ما ينفعش اقول جاء الساعي يعني زي كلمة الساعي كده، الساعي ده المعتل الاخر بالياء اهو، تمام كده؟ واتاكدت ليه؟ لان في كسره اهو قبل الياء، فده معتل الاخر بالياء، بتظهر عليه اولاد الفتحه بس، شاهدت الساعيه يا، تمام؟ تظهر عليه الفتحه، ولكن الضمه ما ينفعش اقول جاء الساعي او حضر الساعي، لا، او مررت بالساعي، لا، ما بتظهرش عليه لا الكسره ولا الضمه، بتظهر عليه فقط الايه الفتحه. يبقى الاسماء التي تظهر عليها الحركات الفتحة والكسرة والضمة هي الاسم الصحيح الاخر، اي اسم بينتهي باي حرف من حروف الصحيحة، تمام كده؟ بتظهر عليه كل الحركات الفتحة والكسرة والضمة. وكذلك الاسم الشبيه بالصحيح بتظهر عليه كل الحركات اللي هو الاسم اللي اخره حرف علة ولكن مسبوق بسكون، او الاسم المعتل الاخر بالياء في حالة النصب فقط، في حالة النصب فقط. يبقى هنا هأكد ان هي في حالة النصب فقط، ولكن في حالة الرفع والجر بيتقدر عليه الايه الحركات، تمام كده؟ جميل الحتة دي، ده ظهور الاعراب في الاسماء بس، ده هو ده كله يعتبر الدرس، سهل جدا 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 وعرفنا بتظهر عليه الحركات ازاي. طيب ايه بقى من الاسماء اللي بتقدر عليه الحركات؟ طبعا بقى لساعة ما ادخل في التقدير، ساعة ما ادخل في كلمة التقدير هيبقى عندي تقدير حركات وعندي تقدير حروف. يعني ايه حروف؟ طبعا احنا عارفين ان الجمع المذكر بيرفع بالواو، بنقول مرفوع وعلامة رفعه الواو، طبعا الواو بتبقى ظاهرة جدا جدا. في كلمة معينة في حالة معينة هي اللي بتقدر عليها الواو، بنقول مرفوع جمع مذكر سالم مرفوع هنقول مرفوع علامة رفعه الواو المقدرة. يبقى هنا مقدرة حرف، وهي حالة واحدة بس وهقولها الوقت، حالة واحدة سهلة جدا جدا هقولها، تمام؟ ده معنى تقدير حروف يا أولاد. يبقى عندي إعراب الحروف اللي هي مثنى مرفوع علامة رفعه الألف، ده بيعرب بحروف لأن علامات فرعية، وكذلك جمع مذكر سالم بيرفع بالواو فده علامة فرعية، ده اسمه بيعرب بالحروف مش بالحركات. إنما الحركات معناها فتحة وكسرة وضمة، الحركات معناها فتحة وكسرة وضمة في الأسماء طبعا اللي ما بيجيش معاها السكون، الأسماء ما بيجيش لها السكون، هي بفتحة والكسر والضمة.
تمام. طيب ايه بقى الاسماء اللي بتقدر فيها الحركات؟ الاسماء المعتل، الاسم المعتل للاخر بالالف اللي هو زي الندى، ده بتقدر عليه كل الحركات. يبقى الاسم، الاسم المعتل الاخر بالالف بتظهر، بتقدر يا اولاد. طبعا المعتل الاخر بالواو هو ما ذكروش هنا، لان انا قلت لكم في اللغه العربيه كلها ما فيش اسماء معتله الاخر بالواو غير يعني كلمتين او ثلاثه، فهو ما جابهم ليش اصلا. تمام، هو الواو بتبقى زي الياء بالظبط، بتظهر عليها الفتحه وبتقدر عليها الضمه والكسره، لكن بتظهر عليها الفتحه بس. تمام، فعشان تبقوا حاطينها حلقه في ودانكم برضو. الاسم المعتل الاخر بالواو بتظهر عليه الفتحه وتقدر عليه الكسره والايه والضمه، لكن المعتل الاخر الألف تقدر عليه كل الحركات اهي، تقدر عليه كل الحركات اللي هي زي الندى، كلمة الندى، الفتاة. تمام، الندى طبعا اخرها يا ولاد ألف لينة مش ياء، والفتاة طبعا انا بحط لكم الألف ده عليها كده عشان تعرفوا ان هي ألف وليست ايه ياء. إيه الندى؟ لما اقول مثلا شاهدت الندى، ما حدش يقول لي ده الندى مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه ويسكت، لا، الفتحه المقدره. ليه؟ لانه انتهى، لان تعذر النطق بالفتحه عليه لانه بينتهي بالف، والالف ده الف مد، الندى اللي انا بنطقه ده مد الف مش فتحه، فهو بيتعذر من نطق الفتحه، فبقول مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه المقدره. كذلك لو هو مفعول به او مبتدا، اقول الندى جميل او كذا، الندى هنا مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره، ما بتظهرش علينا، انا بقول الندى فين الضمه، ما فيش ضمه، اذا الضمه هنا ايه مقدره، لان هو بتقدر عليه كل الحركات. تمام كده يا اولاد. سررت بالندى، سررت بالندى، الندى هنا اسم مجرور، ولكن اسم مجرور وعلامه جره الكسره المقدره ما ظهرتش الكسره عندي يا اولاد، ليه؟ تعذر النطق بها على الالف، لتعذر النطق بها على الالف، وده السبب، تعذر النطق بها على الالف. طيب ايه الاسماء برضو الثانيه اللي بتقدر عليها الحركات؟ الاسم المضاف الى ياء المتكلم، الاسم المضاف الى ياء المتكلم، اي اسم في الدنيا ضفت له ياء متكلم، زي كتابي، أخي، أبي، أسرتي، قلمي، قصتي، أي اسم في الوجود اضافت لياء المتكلم، ياء المتكلم تمنع ظهور الحركة على طول. أروح قايلة اسم مرفوع، طبعا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لاتصاله بياء المتكلم، وطبعا ياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام كده، يبقى لازم أقول بحركة إيه مقدرة، بيرفع بضمة مقدرة، بينصب بفتحة مقدرة، بيجر بكسرة مقدرة، زي عشان تبقوا عارفين، كتابي، قصتي، أبي، وبيخرج منها أبوك وأخوك، دي المضافة لياء المتكلم بتخرج من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة تضاف إلى اسم ظاهر أو أي ضمير مع ياء المتكلم، اضافت لياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة، اضافت لياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة. وخلوا بالكم يا سنة أولى من الكلام ده، أخي. تمام كده، يبقى أي كلمة في الدنيا تضاف لياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة، جميع الحركات تقدر عليها الفتحة والكسرة والايه والضمة. طيب ايه تالت حاجة؟ الاسم المعتل بالياء اللي انا قلت لكم بتظهر عليه الفتحة بتقدر عليه الضمة والكسرة. تمام كده، يبقى الاسم اللي هو المعتل الاخر بالياء، مش عارفة انت هتظهر لكم ولا لا، هكتبها هنا اهو، المعتل الاخر بالياء زي الساعي، احنا قلنا بتقدر عليه فقط الضمة والكسرة وبتظهر عليه الفتحة. تمام كده، فهو بتقدر عليه بس الكسرة وبتقدر عليه الضمة، يعني بيرفع بعلامة مقدرة ويجر بعلامة مقدرة، ولكن بينصب بفتحة ظاهرة، الفتحة بتظهر على عادي الساعية، لكن ما اقدرش اقول الساعيو ولا اقدر اقول الساعيي، بتبقى في ثقل في النطق. تمام، فهي هنا للثقل وهنا لتعذر النطق بها. طيب جميل جدا، انا قلت كده التقدير سهل جدا، يبقى الاسماء اللي بيظهر عليها الاعراب اللي اسمه الصحيح الاخر والشبيه بالصحيح والمعتل الاخر بالياء بتظهر عليه الفتحه فقط.
طيب ايه اللي بتقدر عليها الحركات؟ الاسم المعتل الاخر بالالف، والاسم المضاف الى ياء المتكلم، اي اسم في الدنيا تضاف الى ياء المتكلم، والمعتل الاخر بالياء. في فرق كبير جدا بين المعتل بالياء، الياء هنا اصليه في الكلمه، لكن المضاف الى ياء المتكلم الياء زائده، ضمير زائد كتابي، هو المفروض كلمه كتاب فضفت لها ياء المتكلم بقت كتابي. تمام، ده في فرق كبير بينهم وبين بعض يا اولاد عشان ما تتلخبطوش. الساعي هنا اصليه، الحرف اصلي في الكلمه ما ينفعش اشيله. تمام، فهمنا كده ظهور الاعراب في الاسماء وتقديره. جميل جدا. طب تقدير بقى الحروف هنا بقى، بصوا هي فيها ثقل سيكا، بس لو ركزتوا معايا الوقت هتفهموها خالص. تمام، هو جايب لهم ثلاث كلمات، والثلاث كلمات دول هم اللي بيجوا في الامتحان، اللي هي كلمه او مخرجيهم، كلمه مخرجيه، المعلمون مكرميه، يعني المفروض مكرمون ليه التقدير بتاعها كده، وهنا او مخرجون او مخرجون او مخرجونني هم. هل انتم متبعيه، هي المفروض متبعونني او متبعون لي. تمام كده، وهنا مكرمونني او مكرمون لي، هي جايه في الكتاب ان هي مكرمون لي. تمام كده يا اولاد، ايه الكلام ده؟ انا لما اجي اعرب الكلمه دي، كلمه المعلمون مكرميه او اساتذتي زي ما هي موجوده في الكتاب مكرميه. طبعا مكرميه هنا المفروض ان هي مكرمون، هي المفروض ان هي اصلها مكرمون ليه، فالمفروض ان هي خبر مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر ايه سالم. تمام كده، مكرمون ده جمع مذكر سالم، وطبعا ليه فاتخذت الكلمه بالطريقه دي. بصوا كده بقت مكرمويه، اجت منين مكرمويه؟ بص كده، هي كانت مكرمونه ليه. تمام كده، حذفت اللام للتخفيف، حذفنا اللام للتخفيف بقت مكرموني. تمام كده، فحذفت النون للإضافة، يبقى حذفت أول حاجة اللام للتخفيف وضفنا الياء المتكلم عليها فهتحذف النون للإضافة. طبعا لو جينا نضيف أي ضمير على جمع المذكر السالم بتحذف النون للإضافة، يبقى حذفت النون للإيه؟ للإضافة، أصبحت الكلمة إيه؟ مكرموي. تمام كده يا أولاد، مكرموي. فهنا بقى الواو دي واو الرفع وهنا الياء، فاجت الواو مع الياء، طبعا الواو هنا واو ساكنه، فاتقلبت الواو دي يا اولاد ياء عشان تبقى شبه الياء دي، اتقلبت ياء، يبقى قلبنا الياء دي الواو دي ياء، فبقت ايه؟ مكرموي، وهي ياء وهي كانت واو ساكنه فبقت ياء ساكن ودي، فادغموا الياءتين في بعض، ادغموا الياءتين ايه في بعض، وخلوا بالكم من الضمه دي، ادغموا الياءتين في بعض فبقت مكرموي يا. تمام، فالضمه هنا عشان ما هيش مناسبه الياء، ازاي ضمه وبعدين ياء، فروحنا قلبين الضمه لكسره عشان تناسب الايه الياء، فبقت مكرميه. تاني خلوا بالكم من القصه دي، وكذلك مخرجيه وكذلك متبعيه نفس الحكايه، مخرجونني او متبعونني او مخرجون لي او متبعون لي، هتبقى نفس الحكايه بالظبط. تمام كده يا اولاد، طيب يبقى اول حاجه حذفت اللام للتخفيف، حذفنا اللام، دلوقتي احنا مضطرين ان احنا نضيف الياء هنا للكلمه دي اللي هي الجمع المذكر السالم، فعشان تضيف الضمير ده للنون لازم تحذف النون للايه للاضافه، فحذفت النون للاضافه فاصبحت الكلمه مكرموي. الواو هنا واو ساكنه وبعدها ياء، الكلمة الحرفين مش جايين مع بعض، فالواو بتكون خفيفة يعني عشانها ساكنة بتكون ايه سهلة ان هي تتقلب لياء، فتقلبت الواو الى ياء عشان تناسب الايه الحرف اللي بعدها، فما تقلبت لياء قاموا داخلين بقت ياء ساكنة وياء متحركة، فروحوا داخلين الياءتين ايه في بعض، دخلوا الاتنين في ياء اضغموا فما ينفعش معاهم الضمة، فروحنا محولين الضمة الى كسرة عشان تناسب الكلمة، فبقت مكرمية، كذلك متبعية وكذلك مخرجية. دي الحالة الوحيدة اللي بيقدر فيها الحرف وهو جمع المذكر السالم، يبقى اللي بيقدر فيها حرف ايه يا اولاد؟ هكتبها كده باللون الازرق، جمع المذكر السالم المضاف الى ياء المتكلم. اي جمع مذكر سالم بنضيف له ياء متكلم بتبقى بتتحذف الواو بتاعته كده اللي هي علامه الرفع، احنا بنقول مرفوع علامه رفع الواو لانه هو جمع مذكر سالم. هنا هقول مرفوع وعلامة رفعه، يعني في المثال ده هقول مرفوع وعلامة رفعه الواو المقدرة
باتصاله بياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. وارجو ان انتوا تكونوا فهمتوها كده. انا جبت لكم 3 دروس في بعض يا سنه اولى، يا ريت تكونوا فهمتهم. عايزه الناس اللي بقى بتفهم معايا وبتستفاد مني تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه لو لسه مش مشتركين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.